من الشخصيات اللي لمعت في رمضان 2015 رانيا منصور أو مارسيل مزراحي. مارسيل مزراحي كانت بنت أنانية فكر في مصلحتها تحاول تشتغل كومبارس سينما مش كده؟ يعني ما هوش في سهولة طيارة ورق ولا كلمة حق اللي انت عملتيهم مع ميرفت أمين زمان مش كده؟ صح؟ صحيح. يعني كان دور أصعب بالنسبة لك. انت ما عملتيهوش برضو اللي هو زي مثلا فاطمة وماريكا ورشيل اليهودية تبقى خانفة وتتكلم مش عارف ايه كده. يعني فكرتي في الكاركتر ده قبل ما تعمليه؟ اكيد. بص، هو انا بداية انا حبيت الدور طبعا جدا وحبيت المسلسل. يعني انا اللي شجعني اكتر ان انا اعمل الدور ده ان المسلسل، بجد انا حبيت المسلسل جدا. المسلسل مكتوب حلو قوي. مارسيل حبيت الدور لان هو مش شر صريح، يعني هي مش طالعة أنا شريرة، يعني هي شخصية موجودة في الحياة، يعني هي مصلحجية بتحب مصلحتها، بتشتغل كومبارس في السينما، عايزة تبقى نجمة، وفي نفس الوقت بتروح للشخص اللي بتلاقي معاه مصلحتها. يعني هي كانت في الأول عملت علاقة مع علي الفنان إياد نصار من منطق إن هي يعني في بنتين بيتخانقوا عليه، فهي حلطشوا منكم انتوا الاثنين، وبعدين خلاص العلاقة بتنتهي، بس هي بيحصل انها فعلا بتحبه. يعني هي بس دي اللمحة العاطفية الوحيدة في الدور، لان هي مش شخصية عاطفية جدا يعني. بس بعدين بتعمل علاقة بقى مع النطاط وبتدور على مصلحتها، يعني لان هي عايزة تهرب مع تطور طبعا الاحداث في المسلسل، الاحداث السياسية اللي بتحصل في مصر، فبيحصل ان اليهود بيبقوا عايزين يهربوا فلوسهم بره البلد، فهي بتلاقي ان مصلحتها تروح مع النطاط لان هو اللي هيقدر يوصلها لده، فبتروح معاه يعني وبتكمل طبعا، وزي ما شفنا بتتسجن في الاخر. حضرتك من اسكندرية؟ كلية اداب؟ قسم مسرح؟ ايوه. اكيد في قسم المسرح لازم يدرسوكوا شكسبير طبعا، مش كده ولا ايه؟ بتحبي ايه من روايات شكسبير؟ يعني اشهرهم هاملت طبعا. عملتي اوفيليا بقى ولا عملتي ايه؟ درستها والله بس ما عملتش الدور. ما عملتيش حاجه لشكسبير خالص؟ لا لا، ما مثلتش حاجه في الجامعه، ما مثلتوش خالص. كنا بندرس كدراسه بس، دراسه لكن ما مثلتش حاجه يعني، او ما كانش من اختياراتي ان انا عملت حاجه لشكسبير. احنا ايامي انا قسم اللغه الانجليزيه في الاداب عندك كنا كل شهر بنعمل حاجه من حاجات شكسبير او برنارد شو او سامرسيت موم، واحنا عملنا حاجات كتير. يعني انا عملت حاجات مش عرض جماهير كده. ده في السكشن نفسه. ما احنا كمان يعني انا من ضمن دراستي طبعا ان انا لازم امثل يعني اجزاء من عروض ادي. يعني عملت الكترا وانتيجوني. يعني عملت حاجات اقدم كمان من شكسبير يعني. وبعدين اتجهتي للاعلانات؟ اول ما اتخرجت من الجامعه عملت شويه كده. اختيارك ولا حد اللي اختارك؟ لا بص، هو انا بحكم ان انا اصلا من اسكندريه فكان يعني كنت عايزه اجي اعيش في القاهره لان النشاط كله هنا بالظبط. فاول ما جيت ما اعرفش بقى ممثلين، ما اعرفش مخرجين، ما اعرفش اي حد خالص ممكن اقدر ان انا عن طريقه او مش عن طريقه يعني يقدر يرشحني الحاجه اقدر اشتغل فيها، فكان الطريق الاسهل للاعلانات. يعني كان ده السهل لان في شركات اعلانات بتعمل كاستنج. يعني رحت لشركه اعلانات قلت لهم انا عايز اشتغل؟ لا، هي معروفه يعني، شركات معروفه وبيعملوا كاستنج للوجوه الجديده، ولما بيبقى في مخرج عايز يعمل اعلان بيروح للشركه بيقول انا عايز مثلا بنت من سن كذا بمواصفات كذا، شعرها كذا، اسود، عينيها كذا، فبيوروا له كل الكاستنج يختار بقى المواصفات اللي هو يختار. هو بيختار بالظبط. فده ما بيحصلش في التمثيل لان في الاعلانات انت عارف ان الموضوع بس معتمد على الشكل يعني. أي. لكن في التمثيل لا، المخرج عايز يشوف اداء، عايز يشوف ممثل يعني. فكان الطريق الاسهل في الاول الاعلانات. انت بتحبي مين بقى من النجوم الجداد غير احمد عز؟
من النجوم الجداد يعني. بص هو رمضان اللي فات يعني بجد ظهر نجوم كتير، حتى مش داي يعني مش من الاسماء الكبيره المسلسلات. مين عجبك؟ عجبني مسلسل اسمه محمد ممدوح، في مسلسل طريقي كان عامل دور اخو شيرين، عجبني جدا تمثيله، طبيعي جدا و يعني هو بيمثل واشتغل على الدور بس نفس الوقت الاداء طالع طبيعي جدا فعجبني. طبعا عجبتني جميل عوض في مسلسل تحت السيطره، عجبني انجي المقدم يعني في اكتر، وعجبني ياسمين صبري برضو في مسلسل طريقي. مسلسل طريقي تحديدا ظهر فيه اكتر من ميدو عادل في مسلسل طريقي، مش عايز انسى حد يعني، بس في رمضان اللي فات فيه وجوه جديده ظهرت. عجبتك مارسيل مسرحي؟ مش عارف حرف اليهود. انت اللي تقول. لا انت عجبتيني جدا يعني، عجبني الكاركتر، كنت عامله حلو جدا فعلا يعني. شكرا جدا. ما اعرفش الظاهر بقى عشان انت اسكندرانيه فانا حسيت كده بالحكايه، الدم بيحن يعني. عندك حاجه جديده بتعمليها؟ بص هو في اكتر من اوفر بس انا مش عايزه استعجل، لان انا من بعد ما يعني بعد دوري في هارت اليهود مش عايزه اقل، مش عايزه اعمل حاجه اقل من كده. وفي نفس الوقت الدور فتح لي حاجات انا ما كنتش اعرفها عن نفسي يعني. انا طبيعه الادوار اللي كنت بعملها قبل كده اخت البطل بنت البطله يعني، كانت ادوار كلها ما فيهاش التفاصيل اللي كانت في شخصيه مارسيل، فمش عايزه اللي جاي يكون اقل، مش عايزه ارجع خطوه ورا، انا عايزه اقدم يعني اخد خطوه لقدام. نصيحتي اجتهدي وما تستعجليش. صح، كل شيء هيجي بأوانه. صحيح. ماشي يا مرسي. اوكي اتفقنا. ايوه انا اللي قلت لهم يقتلوك. انت مجنونه. ايوه يا علي انا مجنونه بحبك. حب ايه ده؟ حب ايه اللي يخليك تحاولي تموتي الانسان اللي بتحبيه وتروحي 60 دهب؟ اصلك ما تعرفش الست لما بيتغدر بيها ممكن تعمل ايه؟ بتتحول حياتها الجحيم، ممكن تقتل، ممكن تعمل اي حاجه. انا ممكن ادخلك السجن واجيب البلطجي بتاعك من قفاه واخليه وخليك عبره. كل ده عشان حبيتك؟ انا بحبك يا علي، بحبك يا علي. فوقي فوقي، انا حبيتك ولا انت حبيتيني؟ بحب حد شبهك من توبك، انما انا لا، خلاص مش موجود. وعارفه يا مارسيل لو عملت كده تاني نهايتك هتكون على ايدي. كل ده عشان ليلى. ما تجيبيش سيرتها. ليه؟ احسن مني في ايه؟ ملاك ولا نبي؟ على الاقل ما حاولتش تقتلني. مين قال لك؟ هو انت كنت بتحارب مين في فلسطين؟ الست ليلى يا علي بيه واخوها في مستعمره في اسرائيل. مش مصدقني؟ اسال زميلتها فيفيان اللي بتشتغل في محل شيكوريل وعلى علاقة بكل الشباب اليهودي اللي بيهاجر. تكدرة. خليك مخدوم عشان انت بتحب تبقى مخدوم.